الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم، النهاردة بنتعلم مع بعض إزاي نكتب وكيفية الكتابة باللغة العربية في برنامج بريزي. طبعا واضح ان الشاشة اللي قدامنا هي شاشة الباوربوينت، يبقى اذا هي البداية بتاعتنا في الباوربوينت لا محالة. الحقيقة لما بيجي بنتكلم لازم النص اللي باللغة العربية في البريزي ما بيدعمش اللغة العربية، وحتى لو دعم الحقيقة ما زلت افضل هذه الطريقة. هذه الطريقة مش موجودة على الانترنت خالص الحقيقة، في طريقة اخرى اضافة فونت او ما شابه، لكن انا بقول ربنا كرمني الحمد لله بهذه الطريقة، وبالتالي انا بحب اشاركها مع حضراتكم. هذه الطريقة هي الكتابة او استخدام الباوربوينت وفتح نص حواري زي ما احنا شايفين، بنكتب النص اللي احنا عايزينه سواء كانت كلمة او عبارة او جمل الى اخره ايا كان اللي احنا هنكتبه، وبنحاول نكبر الفونت قدر الامكان بحيث انه يملى السلايد زي ما احنا شايفين، بنختار الفونت واللون اللي احنا عايزينه وخلاص، يبقى هو ده لغاية كده نص الشغل خلص. طيب هنحطه بقى على طول في البريزي. حد هيقول صح، طيب ما هي البريزي اللي احنا فاتحينه ده ممكن اعمل انسيرت واضغط وابتدي اضيف ملف باوربوينت اللي انا كاتبه. الحقيقة ده صحيح، ولكن في هذه الحالة لان الباوربوينت لما البريزي لما بيستقبل البي دي اف او الباوربوينت بيحطهم جواه كل سلايد من دي او كل صفحة من البي دي اف كأنها صورة. طيب لما انا هحط الصوره بالشكل ده كده، يبقى كلمه بسم الله الرحمن الرحيم الخلفيه بتاعتها زي ما احنا شايفينها كده هتبقى ايه؟ طبعا حد يقول لي الصندوق هنا ما فيش فيه لون، لكن هو هياخد مش الصندوق بس، مش هياخد التكست بوكس ده فقط، لا هياخد السلايد كلها على بعضها، الخلفيه بتاعت السلايد دي بيضه ما هي شفافه، وبالتالي يبقى اي كتابه هاخدها هتبقى كانها عباره عن صفحه بيضه مكتوب فيها. طيب الكلام ده ممكن يكون مقبول لو كان البريزي اللي انا بستخدمه الخلفيه بتاعته شفافه بيضه، لكن لو الخلفيه كانت ملونه او فيها رسمه او ما شابه ده مش هيبقى مقبول، لان كان جايب ورق وملزقه جوه الرسمه، هشوه الرسمه وهشوه القالب بتاع البريزي. امال الحل ايه؟ الحقيقه الحل ان اخلي الخلفيه الخاصه بتاعه الصوره دي السلايد دي، احنا كده خلاص اتفقنا مش هينفع اتعامل مع التكست بوك لوحده، التكست بوكس لوحده يبقى هتعامل مع السلايد على بعضها. السلايد دي ما ينفعش وقلنا كباوربوينت خلاص عرفنا العيب بتاعها ان الخلفيه هتبقى بيضه، طبعا لو الارضيه بيضه او التمبلت بتاعي ابيض خلاص يبقى ده شيء مقبول، لكن الحقيقه الطريقه الثانيه اللي بتخليني اتمكن من ان كل سلايد من الباوربوينت اقدر اعمل فيها اللي انا عايزه واحطها في اي قالب بدون انها تبقى شاذه على القالب ده، ان اخلي الارضيه دي شفافه، شفافه يعني ملهاش لون، يعني بالتالي لما تيجي تتحط على اي تمبلت او اي قالب من البريزي يبقى الكتابه كاني كاتبها جوه البريزي بالظبط على القالب اللي موجود. ازاي؟ ده هنفهمه لما هنطبق دلوقتي حالا. طبعا بنختار حاجه زي كده، ممكن هنا طبعا الامكانيات بتاعه الباوربوينت تخليني كل كلمه تبقى لون، كل حرف يبقى لون زي ما انا عايز، ممكن اخلي الخلفيه غامقه بالشكل ده، ممكن اخلي هنا بقى اللي انا كنت بقولها حضراتكم عليه، انا هنا كاتب هذه العباره وحاطط جنب كل واحده فيهم، انا هكبر الجزء الاخير ده اهو زي ما هو واضح. العباره دي هنا انا عملت ايه؟ رحت في البريزي فتحته والقالب اللي انا نقيته زي القالب ده مثلا بالشكل ده كده، خدت برنت سكرين وخدت جزء من الشاشه اللي فيها الالوان وجيت حطيتها هنا في الباوربوينت. ليه؟ عشان اخد الصندوق ده وابتدي اغير اللون بتاعه بما يتناسب مع هذا اللون زي ما انا عملت هنا كده. ده بيتم ازاي؟ انا هقول لحضراتكم. هناخد التكست بوكس ده وهخليه شفاف في الاول اهو زي ما انا كتبته في الاول، وخدت القالب جزء من القالب هكبر الشاشه شويه، خدت جزء من القالب بتاع البريزي اللي فيه الالوان اللي انا محتاجها. طيب وبعدين اروح احدد المربع الحواري اللي فيه النص اللي هو التكست بوكس، وابتدي اختار شيب فيل، يعني الشيب اللي هو الشكل ده او الصندوق ده حملاه، ما نقيش اي لون، اروح على حاجه اسمها اي دروبر اللي هي قطاره، ودي الحقيقه اداه جميله جدا واكثر من رائعه في الباوربوينت. لما اختارها اتحرك في اي مكان اهو، لو انا وقفت هنا وضغطت خلى الصندوق بتاعي الخلفيه بتاعت العباره
لون احد الالوان اللي موجوده في القالب ده. طب نجرب مره ثانيه، علمت اهو، واروح شيب فيل واختار الاي دروبر او القطاره واروح للون الاخضر الغامق فبيخليه لي بالشكل ده. اروح اجرب مره ثانيه، اعلم على الصندوق الحواري واخد القطاره بالشكل ده واختار في درجه لون فاتحه وفي لون ثاني اهو بالشكل ده. يبقى اذا في، طب انا عايز اخد اللون بتاع الطائر ده، نجرب مع بعض. يبقى ناخد كده وناخد القطاره بالشكل ده واروح للون الطائر ده ونقيه. يبقى اذا في الحاله دي انا تبقى الخلفيه بتاعت العباره بتاعتي او النص او الكتابه بتاعتي هتبقى درجه من درجات اللي موجوده فين في القالب، وبالتالي مش هتبقى شاذه عن زي ما انا عملت هنا. ونفس الكلام الحقيقه ده لو القالب ساده، الوان ساده بالشكل ده ماشي، لكن لو حاجه زي المنظر ده مثلا، زي احد القوالب، زي القالب ده اهو اللي احنا هنشوفه مع بعض ده، هذا القالب حقيقة ما هو الشفاف، مش لون واحد، مش درجة واحدة، دي درجات كتيرة وفي ألوان كتير. فبالتالي لما حاجة أحط جوه هنا ربما يكون مش مقبول قوي. لو كان مقبول معنا خلاص، مش مقبول يبقى لازم هلجأ للطريقة اللي أنا بقول لحضراتكم. أدي القطارة أهي، وممكن أختار أي لون من الألوان اللي موجودة عندي بالشكل ده. هجرب مرة ثانية وأخد القطارة، طبعا ده لون غامق جدا ما يصلحش، ممكن أخدها اللون الأبيض، بس انا مش عايز الخلفيه بيضة، يبقى هختار الدرجه. طبعا لو انا بمشي كده حضراتكم هتلاحظوا ان لون القطاره المربع اللي جنبها بيتغير، لان درجه اللون الاخضر ما هيش ثابته، فبختار احد الالوان اللي موجوده عندي اهو بالشكل ده. طيب الحقيقه ده يعني ممكن يكون مقبول الى حد ما في بعض انواع اهو، زي مثلا المثال الثاني اهو، زي المثال ده اهو، زي المثال ده اهو، بيبقى في الوان درجات الوان كتيره، فبختار الدرجه اللي انا هشتغل عليها بالشكل ده. في درجات كتير، بختار اي درجه من هذه الدرجات. طبعا الطريقه دي ممكن تكون مقبوله وممكن تكون لا حسب القالب، فبنجرب. لكن الطريقه الافضل ان اخلي الخلفيه شفافه. ده انا بعمله ازاي؟ بعد ما بكتب المربع الحواري بتاعي زي ما انا عايز بالشكل كده، بروح لكلمه فايل او ملف اذا كنا بنستخدم اللغه العربيه، وبروح لحفظ سيف از او حفظ ك، وبضغط على المكان اللي انا عايز احفظ فيه الشريحه بتاعتي. انا هخليه على الديسكتوب واسميها ايا كانت التسميه، بس بشرط الديفولت بتاعي او الوضع الطبيعي انه هيحفظها كبي بي تي اكس اللي هو باوربوينت. انا مش عايزها باوربوينت، لا انا عايز اختار، بصوا الاختيار ده بي ان جي، يعني هحولها لصوره. بس خلي بالكم ان في صور كتير، يعني في صور اللي هو جي اي اف، جي بي جي، البي ان جي، تي اي اف اف الى اخره. يبقى في انواع كتير من الصور، انا بفضل النوع ده لاسباب كثيره، اهمها كمان ان هو بورتابل نتورك جرافيكس فورمات، ده معمول للنتورك او للشبكات للانترنت، زائد ان هو اهم حاجه فيه انه بيقبل الشفافيه. يعني لما اجي احول الصوره الشفافه زي ما هنعرف ازاي دلوقتي، فبالتالي الاكستنشن ده او هذا الامتداد بيقبل ان الصوره تبقى خلفيه بتاعتها شفافه. بضغط عليه بالشكل ده وبحفظ الصوره بتاعتي، انا حافظها اوريدي على سطح المكتب. برجع تاني، يبقى انا حفظت الصوره دي على سطح المكتب. طبعا ممكن اخلي الالوان بالشكل ده، ممكن اخلي الخلفيه غامقه والكتابه بيضه زي ما انا عايز. يبقى اذا ده اختياري انا، المهم ان انا حفظت. في نقطه مهمه جدا، يبقى هنضطر نكمل النقطه دي عشان تطلع لنا الصندوق الحواري اللي انا عايزه اهو بالشكل ده، وهختار كده. لما بضغط سيف هيطلع لي سؤال، هذا السؤال هو بقى مهم. هل هحفظ، انا عايز عندي، انا كتبت الكتابه بتاعتي، فلنفرض ان انا هحط 10 صور، يعني عايز 10 صناديق كتابه، فطبعا كل جزء من الكتابه بحطه في سلايد، فلنفرض انا عندي 10 سلايد، هحولهم بقى كلهم ولا انا عايز السلايد بس اللي واقف عندها دي؟ ده احد الخيارين، هنا كل السلايدز الشرائح بحولها لصور، او اني بحول السلايد اللي واقف عندها او الشريحه دي لصوره، يعني يا اما شريحه واحده او كل الشرائح اللي انا اشتغلت عليها. هنرجع تاني للشكل بتاعنا. طيب نروح للبريزي بالشكل ده، لسه ما فتحش معانا، عايزين نفتح احد القوالب ثم نجرب نشتغل. انا هوقف التسجيل شويه لغايه لما افتح قالب ثم نستكمل التسجيل، لكن احنا ممكن نكمل او اوري لحضراتكم ازاي بنحول الصوره الى شفافه. الصوره عشان تتحول الى شفافه بفتح موقع بستخدم فيه برامج كتير زي الفوتوشوب وغيرها اذا كان الناس محترفه يعني. طب في طريقه اسهل، دايما تعملوا الحاجه بالطريقه الاسهل. هذا الموقع من المواقع اسمه لونا بيك، وده مش الموقع الوحيد ده.
لونا بيكسل بيكتشر دي هنا. هذا موقع عباره عن اديتور او منسق ومحرر للصور بكافه انواعها، وبيعمل فيها اشياء كثيره جدا من اول التاثيرات للانيميشن التحريك بتاعها الى اخره. يعني اللي يهمنا في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه، بعمل ايه؟ بروح لكلمه ابلود بالشكل ده اهو. انا هروح للموقع لما هيفتح معايا هيبقى بهذا الشكل اللي انا هتشوفه معايا دلوقتي اهو. انا بس بطمن ان البريزي فتح، لسه ما فتحش. هنختار احد القوالب اهو بالشكل ده ونوقف التسجيل لحظة لغاية لما نقف على الهوم بيج بتاع برنامج لونابيك. دي الصفحة الهوم بيج بتاع برنامج لونابيك، عشان كده مكتوب لونابيك اديتور محرر الصور. اول خطوة بعملها بحمل الصورة اللي انا سيفتها من الباوربوينت اهي بالشكل ده. فين الصورة عندي؟ اهي. فبيرفع لي الصورة. طبعا وقت التحميل بتاع الصورة بيعتمد على حجم الصورة والريزوليوشن بتاعها وحجم السايز بتاع الصورة كبير هياخد وقت اطول، وطبعا سرعة الانترنت اللي موجودة عندنا. هنوقف التسجيل لحظات حتى يتم تحميل الصورة. اهو ادي الصورة اتحملت بهذا الشكل داخل الموقع اللي اسمه لونابيك اللي هو محرر الصور. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي الخلفية دي بدل ما هي بيضة تبقى شفافة. فبعمل ايه؟ بروح للاختيار الثالث. احنا خلاص عملنا ابلود يعني تحميل ورفع للصورة. بروح للاختيار ادي الثاني ادي الثالث اديت او التحرير، واختار اخر اختيار تحت اللي هو كلمة ترانسبيرنت او شفاف. بضغط عليه مرة واحدة بيوديني لصفحة تانية اللي هقدر احول بيها الصورة الى شفاف. هنوقف التسجيل لحظة. الصورة اتحملت عندي بهذا الشكل وفتح عندي بيقول لي make image background transparent، يعني حول الخلفية الى شفافة. هو طبعا بيقول لي هنا ايه؟ اضغط click on color you would like to make transparent، اضغط على اللون اللي انت عايز تخليه شفاف. طبعا ممكن اضغط على الاسود هتبقى الصفحة بيضة بس في النص هنا شفاف، لكن انا مش عايز كده، انا عايز اللون الابيض ده هو اللي يتشال. فبضغط في اي مكان بالشكل ده. طبعا النتيجة الحقيقة هنا ده بيستخدم في حالة ما اذا كان درجة اللون دي كلها واحدة، يعني لو حد كان عنده صورة فيها كتابة والخلفية بتاعتها ما هيش درجة واحدة، فيها درجات مدرجة، فبالتالي اللي هيتشال بس اللون اللي هو ضغط عليه. وطبعا ممكن بقى يقعد يكرر العملية دي كل شوية اكتر من مرة يشيل بقى لون لون، بس طبعا عملية مرهقة جدا. لو حد محترف وبيستخدم الفوتوشوب او بعض البرامج الاخرى هيقدر يعمل العملية دي بسهولة، لكن طبعا انا شايف هنا انها سهلة. ليه؟ لان احنا كتبنا كتاب بتاعتنا بالباوربوينت، فدرجة اللون الخلفية درجة بيضة او ايا كانت الدرجة هي درجة ايه؟ واحدة، لان احنا اللي كاتبين واحنا اللي منقيين الخلفية يعني. اهو بصوا ايه اللي هيحصل بالشكل ده. لسه الصورة بتظهر. هو شقه شال اللون الابيض، المربعات دي معناها ان شفافة مفيش حاجة في الارضية، وبقت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وراها شفاف، كأنه قص، كأنه عمل شفافة. يعني ايه؟ كأنه قص بالمقص كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بس، ومستني بقى يلزقها في اي حتة، وبالتالي الارضية بتاعت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم او العبارة دي هتبقى هي الارضية اللي انا هحطها عليها اذا كان ايا كان اللون. وده هنشوفه دلوقتي. بعد ما بتتحول بالشكل ده في عندي هنا الاختيار بالمنظر ده، بضغط سيف او بروح لملف هنا بالشكل ده، بروح لفايل واقول له سيف ايمج، يعني احفظ لي الصورة اللي انا حطيتها. طبعا يا اما من تحت الصورة من هنا. الفرق بينهم ايه؟ سيف على طول من هنا هيحفظ الصورة باكستنشن بي ان جي اللي احنا عايزينه، اللي هو بيحفظ الشفافية، هو بينقيها اوتوماتيك لان هو فاهم ان الشفاف ده ما ينفعش معاه غير كده. خلاص هو ده اللي احنا عايزينه، فدي الاسهل. فبضغط هنا مرة واحدة وبتدي تتحمل الصورة، وانا حملتها وهي جاهزة المفروضة عندي اوريدي. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه بالصورة من واحنا جوه البريزي، وهنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. ده احد القوالب من البريزي، وهنشوف مع بعض ازاي هنتعامل مع الصور. طبعا في خلفية هنا وفي الوان، اخترت ده عشان الالوان متعددة. هنشوف وزي ما واضح قدام حضراتكم دلوقتي ان الصورة اللي احنا حملناها او حملناها كملف الخلفية بتاعتها بيضة، وبالتالي لو حطيتها في اي مكان
في هذا القالب هتغطي على اي صورة او اي كلام تاني موجود، فبالتالي هيبقى شكلها كأنه شاذ داخل هذا الاطار. طب هنشوف بقى مع بعض دلوقتي ازاي لو حملنا الصورة بعد ما خلينا الخلفية بتاعتها شفافة، يعني النوع التاني وكده واضح قدام حضراتكم. انا حطيت الصورتين، الصورة اللي احنا عملناها بالباور بوينت مباشرة اهي بالشكل ده اهو، اقدر اكبر اهو. طبعا الخلفيه بتاعتها بيضه فهتبقى مغطيه على اي حاجه جوه الشريحه، في حين ان الصوره بعد ما حولناها الى الخلفيه الشفافه زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، كل حاجه باينه في الخلفيه، الخريطه والجزء اللي مرسوم الى اخره. يعني لو انا عايز الصوره دي احطها في اي مكان في الـ في الـ في الشريحه، مش هيبقى في اي مشكله على الاطلاق انها تتحط دون انها تخفي جزء من التمبلت اللي موجود في البريزي. اما في حالة الشريحة الكتابة في الباور بوينت مباشرة دون تحويلها الى شفافية، فزي ما احنا شايفين طبعا بصغر او بكبر الى اخره. احنا دلوقتي القصة بتاعتنا مش في التعامل مع الصورة، هي القصة في عملية الصورة نفسها. اهي الصورة بالشكل ده، اهي اقدر اصغرها اهو واقدر احطها في اي مكان، مش هتخفي جزء من الشريحة، في حين ان الباور بوينت او الصورة دون ان نزيل الخلفية بتاعتها ونخلي الخلفية بتاعتها بيضة هتبقى طبعا غير مقبولة على الاطلاق داخل الشريحة. ده الفرق بين الاتنين، وانا هكبر اهو اهو عشان يبقى الفرق واضح بين الاثنين لحضراتكم بالشكل ده. يبقى اذا مره ثانيه الطريقه المثلى اللي احنا بنروح الباور بوينت بنكتب نص الحواري اللي احنا عايزينه، بنكبر الفونت وبنختار الفونت اللي عايزينه، وبنختار الحجم بنكبر الحجم بحيث يملا السلايد كلها، بعمل سيف از او حفظ، وبحول الشريحه بتاعتي دي الى صوره بي ان جي، ثم بروح للموقع اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه لونا بيك الموقع ده، او باي برنامج اخر يرقى لحضراتكم او يروق لحضراتكم. وفي برنامج مواقع اخرى، يعني اي واحد بيرق له موقع او بيعجبه موقع او برنامج او يجيد استخدامه، دي طبعا حريه شخصيه. المهم الفكره ان احنا بنحول الصوره من صوره لها خلفيه الى الخلفيه بتاعتها بتكون شفافه على هذا النحو، وبالتالي زي ما احنا شايفين انا عمال اكبر في الكتابه والريزولوشن بتاعها واضح اهو جدا. يعني انا خليت اللوحه قد اللوحه كلها، طبعا احنا مش محتاجين الحجم ده كله، لكن عايز اوري حضراتكم قد ايه لما احنا بنستخدم الباور بوينت وبنكبر الكتابه او الفونت بتاعنا بنحصل على كتابه جيده جدا بهذا الشكل وبتكون واضحه. بحول الخلفيه بتاعتي الى خلفيه شفافه وبحفظ الصوره في صوره بي ان جي زي ما هي، ثم ابتدي اضغطها او احطها هنا في يا اما صوره او بحطها من خلال ملف. يعني في اكتر من طريقه، طبعا ده مش موضوعنا في الفيديو ده، لكن المهم احنا اتعلمنا ازاي ناخد هذه الصوره بالشكل ده وبنحطها ونضغطها. شفنا الفرق الواضح ما بين الطريقتين، لكن هي طبعا يبقى اذا دي اسهل طريقه للكتابه في بريزي هي استخدام الباور بوينت زي ما احنا قلنا، بقدر اختار الفونت والالوان وبعمل اللي انا عايزه، حتى اقدر اعمل كمان 3 دايمنشن ثلاثي الابعاد، بقدر اعمل تاثيرات الى اخره، وبعد كده بحول الصوره بتاعتي الى صوره شفافه. طبعا كل ما كانت الموضوع بسيط كان يبقى افضل، حتى كان البريزي موقع بريزي لو اضاف اللغه العربيه ما اعتقدش انه هيبقى فيه كل الامكانيات اللي موجوده داخل الباور بوينت. ارجو من ان تكونوا حضراتكم استفدتوا من هذا الفيديو، واقدر اكون قدمت لكم حاجه بسيطه لكل مستخدمي البريزي يعني على مستوى العالم العربي، لان طبعا دي كانت مشكله خاصه بالناس اللي بيتحدثوا اللغه العربيه وعايزين يستخدموا البريزي لانه برنامج رائع. وحتى اللي كان بيستخدم الباور بوينت بالشكل ده زي ما انا شرحت في الدوره السابقه وبعض الناس طبقوا، فطبعا وجود الخلفيه البيضاء دي كان بيخلي العرض ما هوش احترافي، اما وجود النص وهو شفاف بالشكل ده فكاني بكتب داخل البريزي من البرنامج نفسه. أشكر حضراتكم لحسن استماعكم، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله، وأسعد بتعليقاتكم أيا كانت إن شاء الله، لأنها بتخلي الواحد يراعي هذا الملاحظات إذا كان في ملاحظات بيراعيها في الفيديو القادم. شكرا وأراكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكل اللي قدامنا دلوقتي ده نموذج لتمبلت أو قالب من قوالب بريزي، أنا اخترته الحقيقة لأن الخلفية بتاعته سودة،
لكن مش درجة واحدة عاملة زي السبورة، فبالتالي في أجزاء فاتحة وأجزاء غامقة، في أوراق ملونة اللي هي الستيك نوتس اللي موجودة، أو الأوراق الملزوقة دي، سواء البرتقالي أو الأصفر القمر الديني ده، والبنفسجي، واللون الأقوى أو اللبني والأخضر. المهم في ألوان مختلفة يعني. الحقيقة أنا اخترت القالب ده عشان أوضح لكم فيه ممكن نعمل إيه. طبعا في حاجات تانية كتير، أولا ممكن خلينا الكتابة بيضة زي ما انتم شايفين كده، بحيث تلائم كأنها على السبورة، فكأنها كتابة بالتباشير. الكتابة زخرفناها، حطينا فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، انا ممكن اكبر شوية، حطينا فيها فوانيس وبتاع في وسط الحروف وفي وسط الكلام بالشكل ده كده، فنقدر نعمل فيه اشكال زخرفية زي ما احنا عايزين. طبعا ده كله مش ممكن يكون موجود في البريزي حتى لو كان بيكتب عربي. نفس الكتابة بس خلينا الخلفية بتاعتها شفافة، وطبعا انا هنا موضح الفرق بين الاتنين. لما يكون الخلفية بيضة فبتبقى مغطية على الكلام وعاملة يعني ممكن تلائم بعض القوالب يعني. هنا لو كانت الخلفيه شفافه الجزء الحرف اللي على الابيض ده، لان انا كنت عامل ظل في الكتابه يعني، طبعا ممكن نخفيه او ممكن ما نحتاجهوش. اتعمدت كمان ان احط العباره بسم الله الرحمن الرحيم سواء كانت شفافه او بيضه في الاربعه ورقات الموجوده دي بالالوان المختلفه، عشان تبانوا او يبان الفرق واضح. لما تكون الخلفيه بيضه لو احطها على اي شيء ملون، او بتكون الخلفيه شفافه فبكانها مكتوبه على الورق. يبقى اذا وجود الكلمتين انا العبارتين حطيتهم على الاربع اوراق الملونه عشان يبقى واضح الفرق ما بين لما يكون الخلفيه بيضه والخلفيه شفافه. الخلفيه الشفافه كاني كاتب على الورقه على طول مباشره داخل البرنامج. وهنا كمان وضحت لحضراتكم انا حاطط هنا الحقيقه فيديو اهو بمناسبه شهر رمضان وكل عام وانتم بخير، العبارات المختلفه وازاي نكتب في البريزي باللغه العربيه ونظاره في الكلام ونعمل كل اللي احنا عايزينه، هيطلع في الاخر شيء جيد جدا ان شاء الله. وطبعا ابداعاتكم هتفوق الوصف باذن الله. الى فيديوهات قادمه، القاكم على خير في، واترككم في رعايه الله وامان، وكل عام وانتم بخير، وربنا يبلغنا رمضان ويحيينا اليه ويعيننا عليه ويتقبله منا ان شاء الله ويجعلنا من الفائزين. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم.